مرحبا بلالا كوثر في برنامج في ضيافة عماري بلا ضيافة. الضيافة أنت في أمريكا وأنا في المغرب وكنقول لك في الضيافة. خصنا الأتاي وغريبة والمهم مرحبا بك إلى جيتي للمغرب. إلى جيتي للمغرب مرحبا بك. إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك. مرحبا وألف مرحبا. نتمنى ديال تكون فرصة ديال أننا نحاول ما يمكن نسلطوا الضوء زعماك على جميع المراحل ديال لالا كوثر في خلال مراحل ديال الدراسة ديالها بالمغرب، كذلك انتقالها لفرنسا، من مور فرنسا انتقالها لأمريكا، جميع المراحل ديال وقدرتها على الاندماج اللي شخصيا اعتبرها قدره فائقه، بحيث انها تحولت من مهاجره تبحث عن موضع قدم الى سيده لها باع ولها راي يعتد به في مجال البحث العلمي. لالا كوثر، ممكن تعاودي لنا شوية على الطفولة ديالك هنا في المغرب، في الرباط، في حي شعبي، نبداو به. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله ما نكون خفاف على المشاهدين. أنا تولدت في المغرب في الرباط، من أب كان موظف في البرلمان، وأم تاهي كانت موظفة. الأب ديالي الأصول ديالو ديما كانت حكاية ديال جدي وجدة ديالي. الجدة ديالي من سوس، من تفراوت، والجدة ديالي من الرباط، من عائلة جاية من الجنوب ديال الموريسكيين. المهم احنا خليط امازيغي موريسكي، وكبرنا بهاد لا نوسيون هادي. قريت في الوالدين ديالي كما قلت طلقوا، كنت باقا صغيره. من بعد مشيت عند الوالده الاب ديالي، كانت ساكنه في حسان، مشيت سكنت معاها. وفي ديك الوقت كنت كنمشي للمدرسه الابتدائيه، مشيت في مدرسة باب مراكش. هي كانت مدرسة بريفي داك الساعات، والوالد ديالي كانت الصالير ديالو ماشي كبير بزاف، ولكن كان كيخصص ديك 350 درهم كل شهر، هادي راه في الثمانينات، باش يخلص ليا المدرسة. كنظن بأن المدرسة تلقيت حتى في الكاردوري اللي كان قبل منا، كنا كنقراو الفرنسية، دونك هادشي مكنني أنني نتمكن من اللغة الفرنسية والعربية. وملي الوالد ديالي عاود تزوج، كانت عندي 10 سنين و11 عام، عاد الوقت اللي كنت غنمشي للاعدادي، دونك رجعنا نسكنوا معاه في المدينه هو والزوجه ديالو. وديك الساعات مشيت للاعداديه محمد بن عبد السلام السايح، اللي هي في المدينه في قدام مدارس محمد الخامس، اللي هي ثانويه معروفه. وتما قريت في الاعدادي، ومن بعد كملت الاعدادي ومشيت للثانويه مولاي يوسف، درت سيونس مات وكملت خديت الباك. ومن بعد مشيت لجامعة محمد الخامس، درت الرياضيات والفيزياء. ومن بعد تخرجت من الجامعة. وفي ذاك الوقت ما كنت مضطرة أنني نخرج من المغرب، لأن في ذاك الوقت كانوا قرروا أنهم لأن العدد ديال حملت شهادة الدكتوراه كانوا كيديروا الإضرابات، كما الحالة بقى كنظن الآن قدام البرلمان. وفي وقت قرروا يخدموهم في الوزارات، هذا الشيء في عام 95، وقرروا انهم ما تكونش متاحه لنا الدراسات العليا، دونك كان خصني نخرج، لان الحلم ديالي كان نكون انا عالمه كبيره في الفيزياء ولا في الرياضيات. في الاخر اختاريت الفيزياء لانها كتمزج الرياضيات والفيزياء. بالنسبه دائما في العلاقه مع الطفوله، كان اعتقد بان الطفل هو صغير، طبعا في مسارنا كاملين كيكون تأثير، كما كيكون تأثير من أحد الأبوين، إما من طرف الأب أو من طرف الأم، هما اللي كيستطيعوا ديال أنهم يرسموا البصمات ديالهم في سلوكنا، في أخلاقنا، في وعينا، في طريقة تعاملنا مع الحياة.
بالنسبه للاستاذه كوثر، شكون اللي اثر فيك اكثر، الاب ام الام؟ انا الام ديالي ما عشتش معاها ملي طلقوا مشات، وما كانش عندي فرصه، كان طلاق ماشي ودي، وما كانش عندي فرصه انني ندوز معاها الوقت، ما كنتش كنشوفها الا مرات من بعد ما شفتهاش ملي كان عمري 10 سنين ولا 11 عام. للاسف الشديد كنت باغا تكون عندي علاقه وطيده مع الام ديالي. الاب ديالي كان ديك الساعات في شبابه، وكان بما انه ما كانش مزوج كان كيحاول يدوز الوقت معايا، كان محافظ كتير، وكان ولكن اهم حاجه اللي كان كيهتم بها بالنسبه لي هو ان الاخلاق تكون اخلاق حميده، وان الدراسه نكون متفوقه في الدراسه ديالي، وكان كيشجع هذه المساله. انا الحقيقه كنت متفوقه كما قلت قبل من عند الله هكا، ما الاب ديالي ما عمرو عرفني شنو كان قرا، كان غير في اخر التريماس ولا السنه، كنت انا اللي كان تقريبا كنجي الاولى في القسم، هو خداها عاديه، عرف بالقيمه ديالها ملي من بعد جاو خوتي الاولاد بجوج من بعد 10 سنين و15 عام، وشاف بان ذاك تفوق هي هبه من الله، وما تقدرش تنتظر ان اولادك كلهم يكونوا متفوقين. ولكن كبرت مع عماتي اللي هما خوتو، وكلهم كانوا قراو بيان سور، عماتي كبار وكانوا كبروا في الوقت ديال الاستعمار، البنات كلهم وصلوا حتى المستوى سميتو البروفي، اللي ولاو معلمات مشاو في التعليم، ولكن جوج فيهم اللي هما صغار، وحده كملت دارت دراسات فندقيه من بعد الباك، خرجت في بلجيكا، وعمتي الصغيره قرات الطب وكانت استاذه جامعيه، وكانت وكلهم كيشجعونا ندرسو. وعمتي هذه الصغيره كنت كنشوفها مثل القدوه، لانها كملت قراتها، وكانت هي متحرره وماشي تقليديه، وكانت هي قريبه لينا حنا اللي كنا ولاد الاخوه، هي بما ان اصغر خوتها كانت تتقرب لينا وكتحاول تفهمنا، وكان عندها تاثير ايجابي كثير على حياتي، وحتى على من بعد ملي قررت نخرج لفرنسا اللي من بعد غنتكلموا عليها. طبعا أستاذة كوثر، كاملين كنعرفوا بأن واقع المرأة في مجتمع ذكوري كيعتبر الفضاء العام، يعني الشارع وكذلك المؤسسة التعليمية، بأنها حكرا على الرجل، حتى البحث العلمي بل هو حكرا على الرجل. كيفاش استطعتي ديال تغلبي على هاد الموروث اللي هو في الحقيقة موروث ثقافي في الخزان ديال ذاكرتنا الجمعية؟ نقدر نقول لك بأن ملي كنت كنجلس مع نفسي وكنتسائل شنو هي أول حاجة كنعقل عليها في حياتي، تصور أن عندك 3 سنين ولا عامين، شنو الحاجة اللي كتعقل عليها أول حاجة في الذكريات ديالك؟ أول حاجة كنتذكرها هو أن قالوا لي العائله ديالي بان الوالد ملي تولدت انا البنت الاولى كان ما فرحانش لان انا بنت، وبما انه هو راجل وعنده 5 ديال الخوت والبنات كان باغي الولد باش تكمل اسم العائله. دونك هذه هي اول ذكرى عندي، وهذه الذكرى فريمون شكلات الشخصيه ديالي بشكل كبير. حاولت حياتي كلها، لان انا بابا كان بالنسبه لي كنت كنحبه كثير، وكنت باغا نكون البنت اللي هو يفتخر بها، وكنت حياتي كلها كنحاول نقول له بان الولد البنت يمكن لها تكون بحال الولد ولا احسن. ووليت كنلبس بحال الولاد وكنقطع شعري. شوف دابا حتى شخصيتي، دابا انا عندي 48 عام وباقا عندي داك الشيء اللي كبرت به، وكنت كنلعب الكره، وكنت شجاعة، وكنت أغلبية الأصدقاء ديالي كانوا ولاد، وكنحاول نوري كنعوم مزيان، كاع الرياضات كلهم كنديرو مزيان باش نحاول أنني نقول له بأن البنت راهي كلها تكون أحسن من الولد. ومن بعد ولد جوج ولاد، خوتي مهدي وحمزة من الزوجة الثانية ديالو، هما وليداتي، ولكن عرف بأن حقيقة ما كاينش البنت ولا الولد، كل واحد وشخصيته، يمكن تكون البنت احسن من الولد احيانا، ويمكن تكون الولد احسن من البنت احيانا. فهذه مساله اللي كانت مهمه بالنسبه لي. بما انني كبرت بهذه الطريقه هذه، كنت واعيه كثيرا بالتفرقه، كنت تري سونسيبل، عندي حساسيه كبيره للمساواه بين المراه والرجل. وفي المدرسه كنعقل واحد، كنت كنقرا عندي 13 عام، وناض واحد التلميذ قال لي والرجال قوامون على النساء،
وهكا قال الله تعالى وانا نقفله. قلت له قل لي دابا انت، دابا انت راجل وانا امراه، قل لي انت باش 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 احسن مني، كان قرا احسن منك، كان لعب احسن منك الكوره، الا خرجنا ندابزو يمكن لي نغلبك. اي دونك وكل شيء تيضحك في القسم. هذا امثله كيفاش انا كبرت بالنسبه لي عندي ذاك الاحساس قوي، علاش لي الراجل غيكون احسن من المراه؟ كنا بحال بحال ومكملين بعضياتنا، ولكن صراحه كتكون عندك الشخصيه ديالك. حتى ملي كنت في الجامعه وقلتها قبل، كنت كنتكلم مع استاذ الرياضيات، واحد من المدرج ناض كيغوت تيقول لي سيري لدارك غسل لي الماعن ديالك علاش جايه لهنا. دونك انا ما عرفتوش شكون هو هضرت، وكنقول له شكون هذا السيد اللي قال هذه الهضره؟ حتى حد ما هضر. قلت له هذا السيد اللي قال الهضره ان شاء الله من دابا 10 سنين 15 عام هو اللي غادي يجي عندي يغسل الماعن في داري، لانه كان انسان كيحترم نفسه، انسان ناجح ما غايقولش هذا الكلام. دونك عشت حياتي كلها واعيه بهذه المساله هذه، والحديث كثير في هذه. طبعا نخليها هنا غير باش تعرف وجهات النظر ديالي. بالنسبه لي انا ما عمري كنت كنبغي نكون ضحيه، ما كانش تيهمني. انا الاولاد كنت معاهم، كنت كنلعب الكره معاهم، خوتي كانت صداقتي اغلب هاد الاولاد، مع الاولاد وكانوا البنات شويه كالكوزين. وبالنسبه لي اهم حاجه كانت انك تثبت شنو باغي دير، وما كانش كتهمني واش انت بنت ولا ولد. كان عقل على جداتي واحد الحادثه اخرى اللي تفكرتها دابا، كانت عندي 7 سنين والجده ديالي الام هاد الاب ديالي اللي كنت جالسه معاها قالت لي واحد النهار كتضحك، قالت لي شوف انا عندي 7 سنين باقي ما دخلتش بعد في المدرسه، قالت لي نهار غادي تكمل الباك ديالك غادي نزوجوك. وهي بيان سور هي كتضحك. دونك انا ملي قالت لي هذه المساله غادي نزوجوك بقيت كنبكي، وهي ما عرفتهاش انها كتمزح. بقيت كنبكي النهار كله ملي جا الاب ديالي قال لي علاش كتبكي؟ قلت له الجده ديالي قالت لي ملي غتاخذ الباك غادي نزوجوك. بقى تيضحك قال لي وشنو بغيتي دير؟ قلت له بغيت نقرا حتى ما تبقاش القرايه. دونك هذه في 7 سنين وانا عندي هذا الحس هذا، وظهر لي هذه غتعطيك فكره على كيفاش انا كنحس بالمساله المراه والراجل. من خلال هذا الجواب على هذا السؤال انا خديت واحد جوج ديال الخلاصات مهمين انا شخصيا كنتبناهم، هو ان السيده كوثر هي من الناس ولا النساء القلائل اللي كيعتبروا راسهم بانهم ضحيه. علاش؟ لانها استطاعت لانها تغلبت على وعي الضحيه. وعي الضحيه شنو هو؟ هي فكره كنقتنعوا بها وهي في الاصل ما موجوداش. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في العلاقة مع العقل. العقل ديال الإنسان هو عقل واحد لا الرجل لا المرأة، بالتالي التمييز على أساس الجنس فهو تقليل من شأن القدرات ديال الإنسان بشكل عام، لأن ما يمكنش تميز ما بين الرجل والمرأة، هما سواسية في العقل، سواسية كذلك شركاء في الحياة، وهذا اللي المفروض خصو يكون. النقطة السؤال الآخر أستاذة كوثر هو في العلاقة في الدراسات ديالك هنايا، يعني الثانويه والجامعيه، ممكن تكلمي لنا عليها شي شويه؟ بالنسبه للدراسات ديالنا الثانويه كنت كنقرا في ثانويه محمد، ثانويه مولاي يوسف، كان عندنا سيونس مات. وداك الوقت حنا كنا، انا ملي وصلت الابتدائي التحضيري القسم الاول بداو تيعربوا، دونك حنا كنا فوج، اول فوج ديال المعربين. وكل قسم كنا كنطلعوا له كانوا كيوليوا الرياضيات والفيزياء والطبيعيات بالعربيه. هذا كانت حاجه اللي كتميز الجيل ديالي. وفي نفس الوقت كنا عندنا الفيزياء مي كدير شعبه الرياضيات في مولاي يوسف، كنا كنقراو تقريبا بين الترجمه، لان قراونا العربيه بالحق قراونا ساعات اضافيه باش يحاولوا يفهمونا المات بالفرنساويه اللي كانت مضيعه على الوقت. كنا كندوزو 14 ساعة في الرياضيات في الأسبوع و12 ساعة في الفيزياء و6 ساعات الفرنسية. هادو هما المواد الأساسية اللي كنا كنقراو. بون كنا صافا القراية على قد الحال، عرفتي راه المختبرات ما مجهزين مزيان، ولكن مولاي يوسف ديك الساعات كانت من أحسن الثانويات. اللي كان اللي أنا بالنسبة لي كان ماشي مفيد هو الفرنسية. الفرنسية زعما العدد الساعات اللي كيعلمونا فيهم الفرنسية، والإنجليزية اللي هي كتبدا حتى السنة الخامسة اللي هي يمكن لك دير الألمانية في بلاصة. أنا كنظن بأنه مهم أن المغاربة يتكونوا تكوين صحيح في اللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية ولغة العلم،
هذه حاجه مهمه. من بعد ملي كملت الباك كانت اوبسيون يا اما غادي دير الاقسام التحضيريه ولا غتمشي للكليه. اغلبيه المتفوقين كيديروا الاقسام التحضيريه باش يمشيو يديروا مدارس المهندسين. انا كنت باغا نكون باحثه، وما يمكنلكش تكون باحث في مدرسه المهندسين، يمكنلك تكون باحث في المسائل ديال الهندسه، ولكن في الرياضيات تيخصك تقرا في الكليه. وهذا كان بالنسبه لي صراع بيني وبين الاب ديالي، لانه كان باغيني نكون مهندسه وانا كنت باغا نكون باحثه. وبيان سور التساؤل هو شنو هو المستقبل ديالي الى قريت الرياضيات والفيزياء بطريقه سميتو فوندامونتال، يعني ماشي ابليكي. ولكن صريت وقريت عامين ديال المات والفيزيك، ومن بعد درت الفيزياء عامين اخرى، وقررت ندير الفيزياء النظريه، لان الفيزياء النظريه خصك غير لورديناتور باش تكتب لي كود ديالك، ما تحتاجش ماشي بحال الفيزياء التجريبيه خص يكون عندك معامل وامكانيات كبيره. وانا علاش؟ لان كنت باغا نبقى في المغرب، وكنت كنقول مع راسي ان شاء الله غنولي عالمه كبيره من المغرب، بحال عبد السلام اللي كان عالم باكستاني كبير وخد البري نوبل في علوم ديال لي بارتيكول، فيزيك دي بارتيكول. كانت هذه هي نيتي، ولكن ملي كملنا ما سهلش الله اننا نكمل قرايتي هنا. اي دونك كان خصني نخرج لفرنسا. في العلاقه مع هنا غادي نحاول ما امكن باش نربط ما بين العلوم، بين النظري والتطبيقي، بين المغرب والدول المتقدمه. يعني فرنسا نموذج دابا، لانك انتقلتي لفرنسا. واحد الصديق دار لي واحد الاشاره طلبني باش انني نطرح هذا السؤال، هو انه كان سبق له سمع لك في واحد الحلقه وقال بانك قلتي بان فاش مشيتي لفرنسا ودخلتي للمختبر اللابوراتوار بقيتي كتشوفي في دي ماتيريال ديال دي ماتيريال، وديتي معاك ديك الترسبات ديك الافكار ديال المغرب. لان انا شخصيا كنت كنقرا كندير العلوم يعني في 5 واني و 6 والبكالوريا، كانوا كيقولوا لنا الاساتذه في المختبر في لابوراتوار في الطب يعني في البراتيك عندك تمس، راه اللي ضيع شي حاجه خصو يخلصها. كيفاش المقارنه ما بين النظري والتطبيقي في المغرب وبرا في فرنسا؟ شوف حنا كنا انا كنت كنقرا في اكيد ان في الثانوي غتقول ما كاينش الامكانيات كي 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 كيخافوا نقولوا ماشي مشكل، ولكن في الكليه ملي كتمشي دير تي بي وانت داير الفيزيك ما عندناش تجهيزات اولا، وسورتو انا كنت درت الفيزيك نوكليير قريت فيها واحد شويه في المغرب، ما كاينش الامكانيات فريمون. اللابوراتوار التجهيزات ديالو هي التجهيزات ديال الخمسينات والستينات، ما كاينش حتى باش تخدم، بالاضافه انه ما كاينش حتى باش تخدم، والتجهيزات بقاو من الستينات اللي خدموا بهم الناس في الستينات وحنا باقيين كنخدموا فيهم في التسعينات. كاينه ملي كتمشي دير تي بي ديال الكترونيك وديك الشيء لوسيلوسكوب، وهذا تيقول لك ما تقيش تتمشي انت للتي بي كتقرا عليه في الدار، وملي كتجي كتشوف كيوريك هذا الشيء، شوف قرا هذا الرقم هذا في هذا لوسيلوسكوب وكتبوه في البابي ميليمتري ورسم المرسوم في البابيي والفونكسيون وكتب وصافي. يعني هذاك التي بي تيولي تقريبا نظري، وتيقول لك ما تقيش لان ما غتخسر، الا خسرتي شي حاجه ما عندناش ولا غتخلصها ولا هذا ولا هذا. دونك هذا هكا باش كبرنا، وداك الشيء علاش انا ما كنتش كنبغي الفيزياء التجريبيه ولا التطبيقيه، لانني ما كنتش كنستمتع بها، لان ما تنفهمهاش. تتمشي تيقولوا لك كتب وخطط لا فونكسيون ولا الداله وسير بحالك، عطينا الورقه وسير بحالك. ما كنتش كنت كنكرهها لان ما كنتش كنفهم الاهميه ديالها. بينما الفيزيك تيوريك النظريه اللي هي مبنيه على لي مات مهمه، تيمكن لك ديفلوبي دي زيكواسيون تفهم شنو معنيتهم. دونك داكشي باش قررت الا بغيت نبقى في المغرب ما يمكنليش ندير الفيزياء التطبيقيه. ملي مشيت لفرنسا كنعقل في عام 95 كان في اوت بدينا الدراسات العليا، كان عام واحد وعطاونا ثلاثه ديال الاسابيع نقومو نكونو في لابوغاتوار نديرو شي بحث. جمعونا بالجروب ديال جوج ديال الناس، وكنت انا مع واحد السيد وخدامين على اون اكسبيريونس كانت الكوبالت. هذا الكوبالت هذا هي سميتو الذره اللي كتنشاطر، وكنا كتنشاطر وتتعطي ديال الضوء، كان ديتيكتيو الضوء
ونعرفوا شحال هو الحياه ديالها والى ما ذلك. دونك انا ملي بديت هذاك 3 ايام الاولى كنشوف ما قدرتش نقيس حتى شي حاجه، كنشوف وما خايفه وهذا، بالاضافه انا ما فاهماش شنو داك الشيء اللي حنا كنخدموا به، انا ما عمري شفته. وجا الاستاذ، بقى تيقول لي اش كدير؟ قلت له انا كنشوف، زعما نسحب ليا كيقول لي عندك تقيس شي حاجه. قال لي كيفاش كتشوف؟ قلت له راه زعما بغيت نفهم. قال لي كيفاش غتفهم وانت غير كتشوف؟ قال لي خذ هذه وزول هذا الكابل وركبه وبرك على هذا باش تفهم لومبليتود، ها انت ديرها ديرها. قلت له الا خسرات تقطع شويه. قلت له ويلا خسرات؟ قال لي ويلا خسرات نصلحوها، ما كاين مشكل، خدم الخدمه ديالك. وبالنسبه لي هذه فريمون كانت ريفيلاسيون داك الوقت، وعاد عرفت راسي علاش حنا ما صعيبه اون فيت ما تنتعلموش غران شوز، وكيفاش غادي تخرج دي جون اللي هما ما فاهمين والو غير حافظين وتيكتبوا. هذا كان فريمون مشكله كبيره، ما كاينش تجهيزات، واللي كاين كاين قليل وما تستفدش منه. طبعا وهذا من العوائق ديال البحث العلمي وديال تطبيق ما هو نظري في الحياه. البحث العلمي خصو امكانيات، البحث العلمي خصو امكانيات وخصو تجهيزات، وخص الانسان ديما يبقى مواكب تطورات. وحنا هادو هما ولادنا اللي كنخرجوا لا حول لهم ولا قوه. اللي غادي يمشي باش يقرا في الخارج راه غادي يمشي وغادي كيخدموا تيضربوا تماره باش يقدروا يوصلوا لذاك المستوى اللي كنخصهم يكونوا فيه. هما سي دي جون انتيليجون، ولكن التكوين ماشي تكوين صحيح، وهادشي اللي عطى الله. يعني ما غاتلومش الاساتذه داكشي اللي عندهم كيخدموا به بالحق. بصح ما كتخرج واخد ليسانس وما فاهم والو حيت غير كتشوف. اتفق معك. فيما يخص دابا حاليا فاش مشيتي لفرنسا طبعا، وكان عندك هذا المسار ديالك العلمي يعني الدراسي، مريتي بمراحل، ومراحل كانت صعيبه بزاف لحقاش مشيتي في ظروف اللي كانت اصلا العائله ما تقدرش توفر لك الامكانيات باش تقراي في وضع مريح. ممكن تعاودي لنا حتى كيفاش ديتي الامتحان اللي دوزتي والصعوبات اللي تعرضت في الطريق والمشاكل ديال القرايه بالتفصيل. ملي كما قلت في المغرب ما كانتش امكانيه انني نكمل سلك يعني الدكتوراه. الحمد لله العمه ديالي هذه الصغيره اللي كانت دكتوراه هي اللي مشات بعت المضمه ديال الذهب وعطاتني الفلوس باش نمشي نقرا ذاك العام. والفلوس بون سي فري كو الحمد لله مكنوني انني نقرا، ولكن ما كانوش فلوس كثار اللي مكنوني. كان خصني ديما نحسب شحال ديال الفلوس عندي وقتاش نشري هادي وما نشريش هادي. ملي وصلت لفرنسا كان خصني نقلب. تصور انني اول مره خرجت لفرنسا وما كاين شي حد كيتسناني في المطار ولا هذا، مشيت بوحدي. كانت واحد الصديقه ديال العائله عطاتني البيت ديالها في الانترنا لا ميزون دو ماروك لواحد لا سيمين باش نقلب انا على كره، وما تنعرف والو، انا ما عمري خرجت. وكمشيت على ربي وقلبت ولقيت واحد السيده سكنتني عندها عطاتني بيت. كنخلص هذيك 100 دولار ولا 100 اورو في الشهر، وكنقري لها ولادها وكنجلس معاهم. هي كانت ممرضه، وهذه كانت كتاخذ لي تقريبا واحد نص ساعه بالترام باش نمشي لمحل الخدمه القرايه ديالي. العام الاول القرايه كان هو غير عام، وعام تري انتونس. هاد سميتو ديبلوم الدراسات العليا كانوا كيتقبلوا فيه احسن طلبه في العالم. كانوا معنا احسن طلبه في فرنسا اللي جايين من ليكول بوليتكنيك وليكول نورمال واحسن الاوائل ديال الكليات ديالهم. وكانوا كل عام كانت عندهم تراديسيون كيقبلوا مغربي وتونسي وجزائري. دونك هذاك العام انا المغربيه اللي تقبلت، والتونسي اللي تقبل هو الزوج ديالي، والجزائري ما تعطاتوش تاشيره لان كانوا الانفجارات داك الساعات كانوا كيفجروا لهم القطارات، دونك ما خداش الفيزا. وهذا هذا هذا القسم هذا كنا شي 27 30 واحد كلهم متفوقين. حنا هما العرب، انا والزوج ديالي العرب الوحيدين، كلهم متفوقين وكلهم. وحنا كانت عندنا صعوبات باش اننا نتاقلموا. كانوا كيتكلموا على حوايج حنا ما تنفهموهاش، وحوايج سورتو في المجال التطبيقي
اللي حنايا ما ولو ان هو الزوج ديالي التونسي كان على الاقل في الكليه ذاك الوقت كانوا كيعلموهم يكتبوا البروغرام يديروا البرمجه، وحنا ما كانش عندنا، حنا ما كان لا بروغرام ولا والو، كان شويه متقدم عليا. دونك انا بالنسبه لي كان خصني نقرا بزاف وخصني نتمكن انني نفهم الحوايج اللي ما فهمتهمش بسرعه كبيره، وكانت القرايه صعيبه. مي الواحد كي المهم كنت كنتابر، وهاد السيده هذه من بين الصعوبات اللي كانت واجهتني ذاك العام قله بيان سور الماده، والله الا رمضان كان وكنت كنمشي ناخذ تنشري كوميره د الخبز والفروماج، هذا هو ما كلتي في رمضان، هادشي اللي نقدر نشري على اي الحمد لله. وهاد السيده هذه كانت كتجي في الليل مع 11 الليل وكتبدا تشغل لي لا ماشينا لافي ديال الحوايج اللي حطاها لي في قلب الدوش ديالي، دونك كانت كتصدعني. وكنت كنخرج في ديك ديسمبر في البرودات اللي سميتو الباركينغ باش نقرا حيت كاين فيه الضو، كنت مشى واحد جوج كيلومترات باش نلقى الباركينغ. الحمد لله قريت وجا الامتحان باش غندوزو في ديسمبر، وهذاك الامتحان كان مهم. كانوا الاضرابات مده شهر ما كاينش لا ترين ولا والو، فرنسيين كيبغيو الاضرابات، ما كانش عندي كيفاش ندير، دونك خصني نمشي ندوز الامتحان ديالي. دونك هذاك الصباح كان عندنا امتحان يبدا مع 9 الصباح، مشيت مع 4 الصباح، خرجت ومشيت فوق السكه بالماشينه، مشيت حتى وصلت للمحطه اللي فيها المدرسه ووصلت ودوزت الامتحان الحمد لله. وفي الاخر العام بما ان بون كانوا عندي نتائج حسنه، الغوفرنمون فرونسي عطاني اون بورس اللي ما عمرها تعطات لشي واحد ماشي من الاتحاد الاوروبي، لان هذيك البورس اللي عطاوها لي كانت بورس تقريبا شي 2000 اورو ذاك الوقت، كانت كثيره. وكانوا الا خديتي ذاك البورس لمده 3 سنين اللي هي الدكتوراه، الا بقيتي لهم في فرنسا بلا ما تخدم خصهم يخلصوك، وما كانوش كيبغيو هما كاع المغاربيين يبقاو لهم، ولكن عطاوها لي لان كنت متفوقه الحمد لله، وخديت ذاك البورس صافي، كانت حلت لي كاع المشاكل، ما بقاش مشكل ديال الفلوس الحمد لله، بحال شي معجزه من الله. وكنصيفط الفلوس للوالد باش كنعاونو باش، دونك هذه هي قصتي. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ومن بعد بديت الدكتوراه 3 سنين من 96 حتى ل 99 في الكوميساريا لينيرجي اتوميك، هذه الهيئه ديالهم ديال الطاقه النوويه، من احسن لي لابوغاتوار. وكان معايا كان ديريكتور دو تيز ديالي ميشيل غارسون، الله يعمرها دار، كان راجل زعما تيحترمني وتيشجعني وتيحترم ارائي، ولو ارائي كانوا ذاك الوقت شويه حمقى، ولكن صبر عليا وساندني. بالحق الفرنسيين تيقولوا لنا من الاول، قال لك احنا نعطيوك لا بورس وتقرا عندنا، ولكن راه مورا 3 سنين غتمشي بحالك، حنا ما عندناش حتى الخدمه حتى للفرنسيين. قلت لهم ما كاين مشكل. دونك من بعد عام ونص في 97 مشيت لامريكا، لان التجربه ديالي كنت عارفه انني خصني نمشي لامريكا لان عندهم اللابوغاتوار اللي فيه هذه الامكانيات اللي ندير فيهم هذه الدراسه ديالي. مشينا 9 شهور في فيرجينيا في مختبر جيفرسون حدا نيوبورت نيوز نورفولك، شويه ضل لي 4 ساعات سوغان من الجنوب ديال واشنطن دي سي، وبقيت تما. ومع ان كانت صعوبات كثيره اللغه، ولكن كنا فريق فرنسي كنتكلموا الفرنسيه اللي ساعدتني. بالحق في ديك الوقت تعرفت على امريكا وعشقت امريكا، وقررت ان شاء الله غادي نرجع لفرنسا ونكمل الدكتوراه ديالي ومن بعد نرجع لامريكا، وهكذا كان. طبعا اللي كنعرفوه هو ان العمليه الاندماج غالبا ما تكون صعبه بالنسبه للمهاجرين تحديدا المغاربيين في اوروبا، وتحديدا الامريكان، راه ماشي ساهله. الى ضفنا المشكل ديال اللغه، كاين المشكل ديال القيم، حنا حاملين لقيم وثقافه مخالفه ومختلفه على القيم ديال الغرب، طبعا تحديدا امريكا اللي هي كتعتبر دوله متقدمه، كذلك مأصلين القيم ديال الديمقراطيه وديال حقوق الانسان وديال المفاهيم، وحنا حاملين لواحد الارث اللي نوعا ما لا جزينا نحاول اننا نوصلوا لهذا المستوى. بالنسبه لك اللي كنتي كان المشكل ديال اللغه، انك كنتي فرانكوفونيا ومع اللغه الانجليزيه اضافه لهذه القيم، كيفاش استطعتي زعما بالقدرات ديالك التاقلم مع هاد جوج ديال
كيف نقولوا لي كونترانت ديال الاندماج. بغيت غير نمر مرة الكرام على التجربة في فرنسا. أولا فرنسا كنت إنسانة تعيسة لأن مع أن الديريكتور دو تيز ديالي كان راجل مزيان وفي الخدمة ما كانوش مشاكل، كنت أنا فريمون كنت عزيزة عليهم وكانوا كيعرفوني متفوقة وتيشجعوني، ولكن في البرام اللي كتخرج أنا كنعقل أول مرة أول نهار وصلت لفرنسا بغيت نسول واحد السيدة على واحد لادغيس وهي نقزات هربت مني بحال اللي أنا غادي نجي نأتاكيها ولا ندير لها شي حاجة. هذه كانت أول رياكسيون وبالنسبة لي تصدمت أنا. بيان سور أنا كما قلت لك ملي مشيت لفرنسا الطيارة كلها ديك 3 ساعات ونص وانا كنبكي لان انا ما كنتش انا كبرت في عائله اللي هما عائله عماتي اثرياء ولادهم بزاف منهم كيقراو في لاميسيون كيتكلموا فصاحه باللغه الفرنسيه وانا كنت ديما تنتكلم باللغه العربيه مع ولاد عماتي باش كنكرس وكنفتخر باللغه العربيه باش نحاول نقول لهم حنا ولاد الشعب. المهم هما ما كانوش ولاد الشعب معلقين ما كنتش كنبغي فرنسا لانهم استعمرونا ولان الجد ديالي مات لانهم قبطوه وتعدوا عليه. دونك مشيت كنبكي ملي وصلت لهاد البلاد اللي استعمرونا على اين. كتجي تجلس مثلا في التران جبد الكتاب بالعربيه واحد يكون جالس حداك يقدر يمشي يبدل البلاصه غير حيت جبد الكتاب بالعربيه. وكانوا كنت كنحس بالعنصريه لانهم كيشوفوك تيعرفوك راك مغاربي وهذه مساله كنت ما تتعجبنيش. وحتى قررت من الاول انني ما يمكنليش نعيش في فرنسا. دونك هذه فرنسا كانت تجربتي معاهم. الحاجه الصعوبات الاخرى لانهم كاع عندهم كثير الناس في العلم في فرنسا. ملي كنا كنقراو في ديك القسم ديال 30 واحد اول عام كانوا تقريبا يمكن 28 ولا 27 فيهم ملحدين، وماشي غير ملحدين، ملحدين عدائيين للايمان، عدائيين لا الى انت مسلم ولا مسيحي ولا هذا. وكنت انا ديما تنتناقش معاهم وتنتقلق عليهم لان تنقول لهم الا انتم حقيقه ديمقراطيين خصكم تحترموا جميع الديانات والقناعات. انا ما بغيتيش تامن ما تامنش، ولكن انا ما تحاولش تسلط عليا رايك. دونك هذه كانت مسائل عندي كثيره، وشي مرات فريمون وقعوا لي مشاكل كبيره في مع الناس. دونك هذه من ناحيه فرنسا، وكنت متاكده ما باغاش نعيش في هذه البلاد هذه، واكيد ما باغاش ندير عائله في هذه البلاد، لان حتى لو تولد ولا بنت غادي يكونوا خداو هذه المخلفات هذه. دونك بالنسبه لي فرنسا ما كانتش البلاد. ملي مشيت لامريكا وتعرفت عليها واقتنعت بها قررت غنمشي لامريكا. كنت فريمون مولوعه بامريكا. ملي وصلت لامريكا كان مشكل ديال اللغه، ولكن بالنسبه لي انا خصني نتحدى هذا المشكل. دونك تقرا وتتفرج في التلفزيون وكتحاول انك تتكلم مع اصدقائك بالانجليزيه، وبشويه بشويه انسان ذكي كيمكن له يتاقلم. الحاجه اللي اكتشفت في امريكا اللي ما كنتش عارفها قبل هو انهم محافظين. الامريكيين ناس محافظين، والامريكيين متعاطفين مع الدين ومع الايمان. يعني انا مسلمه ملي تنبدا نعاود لهم على علاقتي مع ربي وعلى الايمان ديالي وديك الشيء كيلقاو انني متشابهه معهم ولو هما مسيحيين في بزاف المسائل. دونك مساله الدين عندهم مهمة، وما ماشي بحال فرنسا. فرنسا واحد ينوض ويبقى يسب في الدين وهذا، هنا ما تلقاش الناس محترمين الاعتقادات ديالك والديانات ديالك وكل شيء. زيادة على أن المغرب بلد صغير وغير معروف في أمريكا. أمريكا الناس ديالو إلا النخبة ما عندهمش معلومات كثيرة على العالم. دونك المغرب ما عارفين وش فينا هو، كيعرفوا كازابلانكا الموفي الفيلم كتقريهم شي شويه، ولكن ما عارفينكش. دونك بما انهم ما عارفينكش ما غاديش ما عندهمش شي تفكير سلبي عليك. شنو اللي كان انا كيشوفوني كيتحبلوا مكسيكيه ولا برازيليه ولا هذا، اللي شويه المكسيك هما المغاربه ديال امريكا، المغاربيين في فرنسا بحال المكسيك لان جاليه كبيره. بالحق هنا بما ان المجتمع مبني على المهاجرين، فالهجرة عندهم في التكوين ديال المجتمع الأمريكي، وتيتقبلوا وكيبغيو يفهموا الناس من جميع المشارب ديال العالم. واش تيهمهم أنك تكون إنسان سبيسيال وإكسيلون وتجيب شي حوايج، تيقدروا العمل ديالك وشنو كتجيب، وكيهتموا بالإنفرادية. أنا بالنسبة لي أن كنا أنا فرد وفرد متميز مهم عندي، ما نبغيش نضيع في الجماعة. بيان سور تيم وورك الجماعة أن مهمة، ولكن أشخاص يمكن لهم يديروا الفرق في العالم أكثر من مجموعات. دونك وكيحترموا التميز ديالك وتحترموا
الحمق ديالك بواحد الناحيه، لان اون جينيرال الناس اللي هما متميزين فيهم حوايج في الشخصيه ديالهم اللي في المغرب مثلا تحاربت فيها، لانني انا تنقول الحق وكنقول اللي في قلبي وعندي سميتو كنحب وطني ونقدر نكون كنهضر عليه افيك باسيون. في امريكا تيقدروا هذه المساله هذه وتيقدروا الليدرشيب، اي دونك الحمد لله من بعد 11 سبتمبر عطاوني وليت مرسمه هنا وعندي الشغل ديالي. وملي وليت امريكيه ولات الجنسيه ديالي امريكيه فرحوا بيا فرحه كبيره. ملي كتقول لهم انا بغيت نولي امريكي تيفرحوا بيك. فرنسا قول لهم انا بغيت نولي فرنساوي يقول لك سبحانك. دونك فريمون البلاد الا عندك ما تعطي تيتحلوا البيبان، وهذا الشيء هذا الشيء ما تتلقى حتى في بلاد. انا ماشي غير عندي مشاكل مع فرنسا، الدول كلها دول كلها دول عندهم ديك الوطنيه انهم وعندهم الاثنيسيتي وعندهم دونك ما كيستقبلوش المهاجرين بصدر رحب. امريكا بلاد احسن بلاد للمهاجرين. احسن بلاد طبعا. فيما يخص هذه النقطه هذه شخصيا شخصيا بدلتي ليا بزاف ديال الحوايج بزاف، واحد النظره اللي ورثناها من وسائل الاعلام ورثناها كذلك باعتبار ان امريكا هي عدو الشعوب. امريكا كتستمد قوتها من الاستعمار من الحروب افتعال الحروب من مجموعه ديال النقاط. حاليا ننتقلوا للمسار ديالك العلمي، فاش استوطنتي في امريكا وشديتي الجنسيه الامريكيه، ممكن تحدثينا على بدايه المشوار ديالك ولا المسار ديالك العلمي؟ جيت لامريكا وعندي عندي كونطرا ديال 3 سنين، لان ملي كتاخذ دكتوراه خصك ما تعطوكش شغل مباشره الا في حالات خاصه. في البحث العلمي كتكون بوست دكتورال، يعني من بعد الدكتوراه تتكمل ترينين ديالك. دونك ديما هذا اون جينيرال كاين اللي كيدير 6 سنين ديال بوست دكتورال، كاين اللي كيدير 3 سنين، كاين اللي كيدير 2 عامين. انا جيت عندي 3 سنين. دونك ملي جيت بديت كنخدم الغوشيرش ديالي، كملت على شنو كنت كندير في فرنسا، ولات عندي ابحاث ديالي خاصه بيا. الابحاث ديالي كلها مركزه على دراسه الماده المرئيه في الكون. الكون فيه ماده مرئيه وماده سوداء، وطاقه سوداء. فيه ماده مرئيه وماده سوداء وطاقه سوداء. الماده المرئيه هي النجوم اللي كنشوفوا اللي كيعطيونا الضوء، وهي مكونه من ذرات، وهاد الذرات حنا مكونين بها. حنا راه في قلب منا ماده من النجوم. الوقت اللي النجوم كيموتوا وتيحيدوا كيصيفطوا في الفضاء المكونات الذرات، هذاك الشيء مناش مكونه الارض، وهذا الشيء مناش مكونين حنا. دونك حنا مكونين من الغبره ديال النجوم. المهم هذوك الذرات انا كندرسهم بمسرعات الالكترونات. الواحد لا بغيتي تدرس شي حاجه بغيتي تشوفها خصك تصورها، تصور كاميرا. الا بغيتي تشوف لداخل خص يكون عندك ميكروسكوب، والا بغيتي تشوف كاع لداخل خص يكون عندك مسرعات. دونك المسرعات ديالنا هما الكاميرا كياخذوا تصاور على اللي في قلب الماده. دونك عندنا الذره فيها الالكترونات وفيها النواه، داكشي علاش سميتها الفيزياء النوويه، حيت كتدرس النواه. وكما قلت هذيك الذره الا كانوا 30 ملعب ديال كره القدم هي الذره، فشعره في وسط داك 30 ملعب ديال كره القدم هي النواه. ولكن هذيك النواه فيها كاع الماده كلها مجموعه في النواه، بروتونات ونوترونات. في قلب البروتونات والنوترونات كاين كوارك كيتسموا كوارك وغليونز. انا كندرسهم وكندرس كيفاش مكونه الماده من هاد الكواركس والغليونز، وكيفاش ان هاد الماده هذه كتولي من بعد في النجوم. كاينين النجوم المكونات ديالهم مختلفه على حسب الوزن ديالهم وعلى حسب القوى اللي في قلب منهم وعلى حسب تاثير الجاذبيه. دونك كنحاولوا نفهموا من الذره كيفاش تكونوا النجوم. دونك هذا البحث ديالي الخاص، وهذا الشيء اللي دوزت فيه تقريبا 17 حتى 18 عام. من بعد ملي في 2017، قبل من 2017، في 2013 مشيت لوزارة الطاقة وخدمت معاهم 2 عامين بحال شي ادفايزر كنعطيهم. المهم كنخدم معاهم وكنت في أرغون، بقيت في أرغون، ولكن كنمشي ونجي لواشنطن. من بعد ما ملي رجعت لأرغون وليت مديرة ديال
ديال مختبر ديال الفيزياء النووية في 2017. ملي وليت مديرة وليت ماشي غير مسؤولة غير البحث العلمي ديالي، ولكن البحث اللي كيدار في هذا القسم كله ديال الفيزياء النووية. من بعد بقيت في هذا المركز هذا عام ونص. من بعد بما أنني اشتغلت مزيان أعطوني 5 ديال الأقسام أنني نتكلف بهم في أكتوبر 2018. وهذه الأقسام هما قسم الفيزياء النووية، قسم الكوسمولوجي والفيزياء ديال الدقيقات ولا هذا، والآخر سي الشيمي والإنجينيوري، وقسم آخر ديال النانو تكنولوجي، وقسم آخر ديال الفيزيك ديال لي ماتيريو. دونك وليت مسؤولة على هذه الأقسام كلها اللي هي فريمون بورتفوليو كبير ديال لا سيونس، وتنديروا أبحاث متنوعة. انا ما تنديرش الابحاث براسي، انا تنشرف عليهم وتنشرف ان شنو الاستراتيجي، شنو اهم حاجه، وكيفاش عندي ميزانيه ديال 200 مليون دولار ديال هاد الخمسه ديال الاقسام، وكنعطيوها على حساب الاولويات ديال الغوشيرش. ولكن في هاد الاقسام كلهم عندنا ابحاث كثيره. انا الابحاث ديالي مرتبطه بالماده المرئيه، عندنا قسم ديال الكوسمولوجي كيدرس الماده الغير مرئيه، وهاد الماده اللي هي السوداء اللي يا إما فيها مادة سوداء باقي ما عرفنا شنو فيها، ولا فيها طاقة سوداء بحال الثقب الأسود هذاك اللي كيمتص الجاذبية فيه كبيرة. كنديرو تجارب كبيرة حتى في الساوث بول في القطب الجنوبي، عندنا دي كاميرا في تيليسكوب، كنحطو كاميرات خاصة ماشي الكاميرات العادية اللي كنشوفو فيها الضوء اللي جا من الانفجار الكبير. الانفجار الكبير كنظنو أنه وقع تقريباً 14 مليار عام، وملي وقع هذاك الضوء اللي جا منه سميتو كوسميك مايكرويف باك جراوند. حنا كندرسوا هذاك الضوء اللي تولد هذه 14 مليار عام، والخصائص ديال داك الضوء كيمكننا اننا نفهموا كيفاش كان الكون في ذاك الوقت، كيعطيك صوره على الكون، لان داك الضوء داز من مواد في هذا 14 مليار عام، وداز من مواد كثيره في هذه السنوات كلها، ويمكن لها تعطيك صوره للكون ملي جست من بعد الانفجار العظيم. عندنا ابحاث اخرى مرتبطه في الكيمياء، مثلا كنطوروا البطاريات ديال الليثيوم ايون باتري اللي كيتحطوا في السيارات اللي تخدموا بالباتريز، وكيمشيو سميتو لاندستري كيخدموا بهم. عندنا ابحاث اخرى كنخلقوا نظائر مشعة ميديك ايزوتوب، هذيك النظائر المشعة كنخلقوها في اللابوغاتوار، ومن بعد شنو كيوقع مثلا انسان في كونسير جينيراليزي في الجسم كامل، كي غادي دير الداوي؟ الا غادير الكيموثيرابي غتقتل، تمنى انها تقتل الكونسير قبل ما تقتل الانسان، لانها كتقتل كل شيء. ملي كنديروا كنعرفوا هذوك الكونسير لي سيلول اللي فيه شنو هي الكاركتيريستيك ديالها، يمكن لنا نخلقوا دي موليكول جزئيات ولا جزئيات دي موليكول اللي غيمشيو يلاه يقبطوا في هذاك الكونسير. هذوك لي موليكول كنقبطوهم بحال شي يد هكا، كندخلوا فيها ماده مشعه كندخلوها في الجسم، كتمشي وتلصق في هذاك الكونسير، ومن بعد نهار كتنفجر وتقتل الخلايا ديال الكونسير. وهذه من بين المسائل اللي كنتمناو انها تولي طريقه انها ان شاء الله تشافي الانسان من الكونسير ملي كيوصل ستيج 4 اللي انتشر في كل محل. وكنديروا ابحاث كثيره، ما نبغيش ندخل الاحترام من الوقت، كل بحث راه يقدر ياخذ ساعات باش نتكلم عليه. انا بغيت غير واحد البحث كيهم، هو بحث انا شخصيا النتائج ديالو كنعتبرها بانها غادي تغير نظره الانسان لوجوده وفي علاقته مع الرؤيه ديالنا للطبيعه، هي في العلاقه مع بيغ بان. سبق وناقش انا وياك بان كاين محاولات ديال انك توصلي خلال البحث اللي كتشرفي عليه ديال توصلي تعرفي تي زيرو، يعني فاش كان التاريخ يساوي الصفر في الانفجار شنو وقع. زعما كبغيتك تكلمي لي شويه على هو هذاك اللي هضرت عليه، لان حنا اش كنظنوا بان هذه تقريبا 13.7 مليار عام وقع هذاك الانفجار الكبير. ميتنو ما تنعرفوش كيفاش هو داير، كنعرفوا انه وقع الانفجار، ولكن شنو دابا العلماء كيحاولوا يفهموا، كاينه واحد النظريه كتسمى الانفليشن، وهذه النظريه اش كتقول لك؟ ملي وقع الانفجار الكبير الكون
امتد بسرعه كبيره، الكون لونيفير امتد ولا كيكبر كينتشر بسرعه كبيره. حنا عارفين بان الكون كيتمدد، ولكن السرعه ديالو ماشي هي السرعه اللي حنا كنظنوا ملي وقع الانفجار وقعت. ومن هذيك التمدد الكون شنو كيوقع فيه؟ دونك هذاك الانفجار خلق لينا هذا الكوسميك مايكروويف باك جراوند، هذا الضوء القديم اللي جاي لنا من هذه 14 مليار عام. شنو ملي كان حنايا كنشوفوا داك الضوء كندرسوه، اش غيعطينا؟ حنا النظريه هي انه ملي وقع تمدد كبير كتسمى الانفليشن، الوقت اش كنقولوا ذا تايم، الوقت والمكان بجوجهم ديفورماو، يعني الجرافيت بما انك فريمون انفجار كبير حتى سميتو 3 ديمونسيون بدلتيها، ولاو فيها بحال الموجات كبار، وديك الموجات كينتشروا بزاف، وهذوك الموجات اللي هي ديفورماسيون ديال ليسباس كديفورمي ليسباس، وملي كديفورمي ليسباس كتامباكتي الوقت لو طون. هذيك ديفورماسيون جعلت ان هذا الضوء غتكون عنده واحد البولاريزاسيون. بولاريزاسيون شنو معنيتها؟ الضوء هو موجات كهرومغناطيسيه، موجات كهربائيه كتطلع وتهبط، وموجات مغناطيسيه كتمشي هكا في الليفت للرايت في هاد الترانسفيرس. ملي كيكون ملي كتقلب في بلاصه ما الموجات ديال الالكتريك كيطلعوا يهبطوا كيوليو يمشيو من الجنب، كتشوف البولاريزاسيون يعني اتجاه ديال الضوء. وإلا شفنا واحد الاتجاه ديال الضوء غادي يقول لينا بصح هذاك الضوء اللي جا راه داز من هاد الديفورماسيون الكبيره على ليسباس ولو طون اللي جايه من البيغ بانغ. هذه مهمه، يا غنشوفوه يا ما غنشوفوش. دونك هادو نظريات، وحنا بما اننا فيزيائيين تطبيقيين كنديروا الاوبسيرفاسيون وكنقولوا هاد النظريه راها معقوله لاننا ها شنو شفنا، ولا هاد النظريه ما معقولاش لان ما شفناش. دونك وهذا الشيء اوسي اش كيعطيك؟ بما ان هذاك الضوء اللي جا من هذه 14 مليار عام، هذاك الضوء تيدوز في ماده، دونك كتستعملو بحال الضوء اللي كيضوي لك الشيء ملي كتكون كتلعب الماريونيت وعندك الضوء في اللور، وكتشوف من ورا ليزار كتشوف الخيالات كيتحركوا. علاش؟ لان عندك الضوء اللي كيضويهم من اللور باك لايت. نفس الشكل هذاك الضوء الكوسميك مايكرويف اللي حنا كنديتكتيوه راه داز من جالاكسيز، مجرات كبيره، وكل ما كيدوز منهم كينقص شويه ديال الطاقه ديالو. حنا كنتمكنوا نعرفوا كيفاش كانوا لي جالاكسي والمجرات منتشرين في العالم اللي 14 مليار عام قديم، وكيفاش مثلا حنايا 14 عام كيفاش 13 مليار عام 12 مليار عام. ودونك كنكونوا صوره على الكون حتى كنوصلوا تقريبا قريب للبيغ بانغ. كيفاش كانت الصوره؟ سيغتينمون ما غيكونوش مكونين المجرات، لان المجرات تكونوا عارفينهم الوقت اللي خليتي ان سميتو الجاذبيه تلعب الدور ديالها والماده السوداء تجمعهم. حنا كان الماده السوداء اللي ما عارفينهاش كنظنوا هي اللي كتجمع الماده ودير لينا المجرات، والطاقه السوداء هي اللي كتجعل ان دوك المجرات كيهربوا علينا لان الكون باقي كيتمدد. هادي باختصار. فهمت واحد شويه اودي استاذك. انا عارفه خصنا نديرو تبسيط العلوم. المهم فيما يخص واحد هناك بعض الاشاعات اللي كتقول بان العالمه كوثر حفيظي هي كتشرف على صناعة القنبلة النووية. دابا وليت مشهورة وبدوا عليا الإشاعات، يا سلام. الله يحفظنا. لا بغيت غير لا، أنا ما عندي حتى شي علاقة بالقنبلة النووية ولا بالطاقة النووية. أنا كندير الفيزياء النووية. الفيزياء النووية مختلفة على الطاقة النووية. الطاقة النووية هي فريمون داك الطاقة اللي كتوقع في النجوم، وكتوقع حتى هنا ملي كينصهروا مثلا الدوتيريوم مع بعضياته. ولكن انا كندرس شي حاجة اكثر فوندامونتال من الطاقة النووية، وهي الفيزياء النووية، واللي هي اون فيت مثلا شنو تيوقع في قلب النجوم، شنو كيوقع ملي النجمة كتولد، وكيفاش بحال دابا الشمس كنعرفوا بان الشمس فيها هيدروجين كثير، وداك الهيدروجين ملي كينصهر وكيعطي الدوتيريوم كتخرج منه داك الطاقه. دو كلهم رياكسيون نوكليير، كلهم
هم متعلقين بالطاقة النووية، ولكن أنا ما كندرسها بالمفهوم النظري، ما عندي حتى شي علاقة وما عمري غتكون عندي حتى شي علاقة، لأنه هو مسألة مبدأ ما غاديش نساهم في هذه المسائل اللي كتقتل البشرية. احنا بغينا العلم، العلم قال لك من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، والعلم أنا بالنسبة لي درته باش نحيي الناس وباش نتفكر في ملكوت الكون، وماشي باش نقتل الناس. دونك الفيزياء النووية ما عندها حتى شي علاقة بالطاقة النووية والقنبلة النووية. شكرا على السؤال. شكرا على هذا التوضيح. هو كان ضروري ديال اننا نطرقوا لهذه النقطه كي سميتو العالمه كوثر الحافظي، كلمه اخيره في علاقتك مع البلاد ديالك المغرب. طبعا احنا المغاربه عندنا واحد الخاصيه، وان كنبقاو مرتبطين بالوطن، كنبقاو كنحبوا وطننا، كنبقاو فين ما مشينا سواء بقينا في الداخل او الخارج، فبلادنا رضعناها في كي كنقولوا في البزوله ديال مواتنا. اذا الحب ديال الوطن، شنو الكلمه اللي كتبغي توجهي للمغاربه؟ وكذلك هذا من جهه، والسؤال الثاني هو في العلاقه مع دعوه زعما كيفاش البلاد المسؤولين تحديدا اللي كيتحملوا المسؤوليه السياسيه في البلاد كيفاش يشجعوا البحث العلمي باش الطاقات ديالنا نحاول ما امكن ديال نستمروها دائما، تحديدا بعد كورونا. بعد كورونا بان لينا بالله البلاد اللي ما كيكونش عندها النخب ديالها والرجال ديالها كتكون مهدده في اي لحظه. تفضل. أكيد بالنسبة لي علاقتي مع المغرب هي علاقة حميمية. أنا ملي خرجت من المغرب خرجت لأنها كانت ضرورة وهكا بغى ربي. مي بالنسبة لي أنا عائلتي كلها في المغرب إلا الزوج ديالي والولد ديالي اللي هما معايا في أمريكا. كان المغرب بلادي، ولو أنني عندي جنسية أخرى غنبقى وغنكون ديما مغربية. جدودي والجذور ديالي، كيما الشجرة ما يمكنلهاش أنها تكون قوية وتثمر بلا ما يكون عندها جذور قوية. الجذور ديالي وشخصيتي، أنا كبرت في المغرب، دوزت 23 عام في المغرب و 25 عام برا المغرب، دونك نص حياتي دازت في المغرب وتشربت بمغربيتي والمغاربة بيان سور خوتي. زعما إلا كان بإمكاني أنني نساعد ما غاديش نتأخر. بغيت نقول زعما سورتو للشباب المغاربه انهم ما يأسوش من رحمه الله. انا بالنسبه لي انا علاش فريمون هاد الحوارات راه شويه المجهود كنقوم به باش نتواصل مع الشباب ونقول لهم ما تيأسوش وما تقنطوش، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. كملوا حلموا حلم كبير، ما كاينش الحدود، السكاي از ذا ليميت. حلموا حلم كبير وتابروا واشتغلوا وان شاء الله ربي غادي يعاونكم تحققوا احلامكم. الانسان اللي مصر وصابور ربي كيحلوا البيبان، وانا مثال حي عليها. وجوف الناس يشوفوا يقولوا ها هي بنت المدينه، صعوبات كثيره، من الحمد لله كملت في الحلم ديالي وتابرت وهو ربي جزاني. ويمكن اي واحد، الا انا درتها اي واحد يمكن له يديرها. هذه من ناحيه المغاربه، وجيمغي بيان فريمون الشباب انهم يشدوا العزم. وتلاقيت وجيت المغرب عدد المرات وتلاقيت بشي شباب تنفتخروا بهم، وان شاء الله المغرب فيه خير ما دام الشباب ديالو وما دام الرجال والنساء ديالو كيشتغلوا بذمه وما يأسوش. هذه من ناحيه، من ناحيه سميتو صحيح ان المغرب نتمنى له كل خير. ما كرهتش انا نشوف المغرب في مصاف الدول المتقدمه، لانني ماشي انا كنخبي انا مغربيه، انا مغربيه وافتخر. ما عندناش علاش ما نفتخروش اننا مغاربه. الحمد لله بلادنا فيها بزاف ديال المزايا، وفيها مزايا كثيره وفيها تاريخ كبير، والحمد لله متنوعين من بين امازيغيين وعرب وكل شيء، ديانات مختلفه. نتمنى لها الخير، نتمنى ان التعليم يقوموا الناس بالتعليم لان التعليم هو الاساس. نتمنى ان الدوله، واخا هي مشكله لان كيجيو كيمشيو، نتمنى ان السياسيين يكونوا كيهتموا بالمستقبل بلادهم ويحاولوا في عرض ما يقول انا شحال غيكون عندي ديال الفلوس ملي غنسالي هذا المنصب هذا، يقول انا شنو غنخلي للبلاد. حتى انا ملي كنشتغل شي خدمه تنقول شنو هي الليغاسي ديالي، شنو غادي نقول الا ساليت هذه الخدمه 5 سنين، شنو هما الانجازات ديالي.
نتمنى، واكيد ان كاين المزيان وكاين الخايب، انا ما نجيش نجينيراليزي، ما عنديش اجنده سياسيه، انا كحبي لبلادي نتمنى انهم يهتموا بالبحث العلمي وما يحتاجوش. بيان سور هو الميزانيه ديال المغرب ماشي هي ميزانيه امريكا، ولكن يبداو بشويه بشويه ويبداو يشجعوا الناس اللي بغيون، التلاميذ اللي كيقراو مزيان يشجعوهم اكثر وينقصوا شويه من 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 سميتو. انا غادي ندفع غير الناس اللي عندهم المعارف ولا عندهم المغرفات، لان العلم فريمون العلم تيخصو الناس اللي كيقراو مزيان هما اللي تدفعوهم، هادوك اللي عندهم الفلوس ولا عندهم المغرفه راه عندهم اللي تكفل بهم، مي ولاد الشعب اللي كيكافحوا ومجتهدين خصهم يتشجعوا لانهم هما راس مال المغرب. وكنتمنى من اللي مسؤولين يعرفوا بان عليهم مسؤوليه تاريخيه، وراه عينا ما نبقاو نتمناو وقتاش غيفرج الله، لان الامم كتطلع بالعلم ديالها هادشي باش حنا مساكن عويطه ونوال المتوكل داروا جهدهم والمورس داروا جهدهم. حنايا ما خصنا العلماء دابا اللي يطلعوا، والعلماء يقدروا يطلعوا من المغرب ويتكونوا شويه في امريكا ولا فرنسا ولا الدول ويرجعوا للمغرب ويفتخروا بهم المغاربه ويقدروا يبدلوا السيتواسيون في المغرب، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله، ما نفقدوش الامل. نتمنى ذلك. هي واحد الاشاره اعطيتيها، واحد الخلاصه مهمه جدا، على ان المشاريع الكبيره تبدا بالحلم صغير، بالحلم، الحلم حلموا يا الشباب، ومن حقكم حلم كبير، حلم كبير حلم كبير ده حلم كبير حلم كبير حلم كبير، من حقكم تحلموا وحلموا حلم كبير، والمشاريع الكبيره راه كتبدا بالحلم. الى هنا استودعك الله كوثر، وكنشكرك بزاف على قبول هذه الدعوه وعلى التفاعل، وكذلك على الروح ديالك الانسانيه الاولى، وثانيا حبك للوطن، وثالثا حبك للبحث العلمي والاجتهاد ديالك، فشكرا لك كثيرا كثيرا. شكرا اخويا سي محمد.